عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنفتح علبة لعبة بيبلاد، فكرة جديدة من سويت تويز. في السنوات الأخيرة يا جماعة شفنا شركات مرة كثيرة تنزل منتجات بأفكار غريبة ولكن بلعبة البلابل. مثال لعبة سبينماد وفكرة أسلحة الإطلاق الجديدة وإنك تقدر تلعب بلابل عن طريق المسدسات، فهذه فكرة الصراحة كانت جديدة ورهيبة. كمان فكرة البلابل المغناطيسية يا جماعة اللي نزلنا عنها مقطع في القناة، حيطلع لكم الحين علامة الآي وهذه الصورة اللي حتطلع هنا. أفكار مرة كثيرة ومن ضمن الأفكار اللي انطرحت علينا في سويت تويز في جهاز إطلاق يا جماعة يكون عبارة عن ساعة نلبسها في اليد كذي، ساعة بنتن مثلا نركبها بلبل بعد نطلق عن طريق الساعة فقوم بلبل يروح ويطير في الحلبة. بنشوفوها في القناة. وصلوا هذا المقطع ال2000 لايك وحنزل لكم الفكرة الرهيبة هذه. بل هذه المجموعة من فين جبتها؟ فهذه يا جماعة استيراد خاص من متجر سويت تويز. اللعبة وصلت المملكة العربية السعودية، أول متجر استوردها هو متجري طبعا، هم تواصلوا معانا وقالوا إنه عنده لعبة فكرة جديدة، فأنا حبيت برضه أنزل لكم عنها مقطع وأوريكم اللعبة بالكامل. وأكيد كلكم تعرفوا يا جماعة إنه عندنا كل بلابل الأبراج الأصلية من تكارو تومي وعندنا جميع البلابل المستوردة من جميع الأجزاء، فاليوم ما حنتكلم عن البلابل، نتكلم عن أكبر قسم جديد أنضاف للمتجر وهو قسم الألعاب المنوعة. ركزنا في هذا القسم على كل أفراد العائلة، نبغى كل عائلة تدخل المتجر وتستمتع وتقدر تشتري. على سبيل المثال لو أخوك الصغير بيستعمل عندك في المتجر فحيلاقي تشكيلة منوعة من الألعاب اللي تناسب عمره، ومن أهم الألعاب اللي عندنا هي كتاب العبقري الصغير، طبعا هو كتاب تعليمي ترفيهي شيء مرة حلو. الكتاب إصدارين، إصدار باللغة العربية وإصدار باللغة الإنجليزية. وطبعا كتاب تفاعل زي ما قلت لكم. ولو انت حاب تشتري لعبة غير لعبة البلابل فجبت لك اليوم لعبة الخدع السحرية. في شكلين يا جماعة من الخدع السحرية وكلهم حيكونوا بنفس السعر، وترى جميعهم حاليا عليهم عرض اليوم الوطني. بالمناسبة ترى من اليوم نزلت جميع عروض اليوم الوطني وفي منتجات مرة كثير عليها عروض واغلبها عليها شحن مجاني، فالحقوا عليها. سابقا كان بس مختص بالبلابل وفي بعض العاب الاولاد مثل التحديات والامور هذه، بس حاليا صار حتى البنات يقدروا يشترون عندها في المتجر، وهذه خطه من الخطط التطويريه للمتجر. عندي العاب مره كثير بس اخذت لكم لعبتين عليها عروض الشحن المجاني وعليها كمان عروض اليوم الوطني السعودي، فالحقوا عليها مثل لعبه الدكتور لعبه التسريحه كمان. ولو اخوك كبير يلعب بلوت او يحب الالعاب الورقيه فترى عندها البلوت الاصلي من شركه سكه، وبرضو عندنا جميع التحديات والالعاب الورقيه. يا جماعه احنا قبل أن نصور اي مقطع عن اي منتج لازم اول شيء ننزله في المتجر، فهو نزل وتوفر وخلص الكميه اول ما نزل، تقريبا خلص الكميه في اول 4 ايام. فالمهم حاليا معجل هذا المقطع ان شاء الله حتوصل كميه جديده. نوريكم علبه المنتج اللي حرفيا مرتبه يا جماعه، بعيد عن الكلام انه المنتج يعني منتج صيني نزل بس في الصين، ولكن ومدبلجه طبعا، يعني الشركه اللي جابته زي ما هو بكلام الصيني، يعني ما خلوه كلام انجليزي او حتى عربي لو كان شركه عربيه. شعار المنتج هنا في كلمات كذا فكرة المنتج انه حتكون في سيارة يا جماعة. حلو السيارة دي كل سيارة عادية. اوكي كان عندي سيارة هنا شوفوها هذه صغيرة. اوكي مثلا حتركب بلبل من هنا حتمشي السيارة زي كذا، البلبل حيصير عنده طاقة. حلو بعدين في زر تضغطه وقام بلبل يطلع. انا الان ما جربت المنتج صراحة متحمس، هذا من شرح الشركة اللي قبل شوي شرحت لكم هو، ففي هنا لاعب وهنا في لاعب ثاني شايفين كيف مسكين السيارات. فصراحة يعني الفكرة بشكل عام يعني لما نقولها كذا فكرة حلوة، بس ما نعرف كيف تطبيقها في الواقع، فعشان كذا حبيت افتحها في مقطع اليوم. اوكي حيجي بلبلين طبعا، بلبل معدني وبلبل بلاستيكي وكلهم يركبوا في نفس السيارة. كيف العب من الجنب طبعا لانها طويلة يا جماعة، فعشان كذا ما حقدر اطلعها في الكاميرا بالكامل. خلينا نشوف اول شيء من هنا. السيارة تصفح مع بلبل اصفر، هذا بخطر طاقات البلبل بس بما انه بالصيني فما اعرف يعني بالضبط ايش قصدهم، ايش الدفاع وايش الهجوم. نفس الشيء للسيارة الحمراء. هذه يا جماعة بالذات عندها منتجات مرة كثير، أنا استوردت من الشركة 3 منتجات كلها بأفكار غريبة وقلت خليني أجرب وأشوف. المنتج الوحيد اللي نجح من ضمنه والنجاح مبهر يعني نجاح مرة كبير هو هذا المنتج. في منتجين نجحوا بس مو النجاح اللي هو نفس هذا المنتج يعني. من الخطوات الاستعمال أول شيء نركب بلبل، نحرك السيارة يا إما على قدام أو على ورا، بعد نضغط الزر شايفين ماشيين على الزر، بعدها حيكون في إنزال وشيء حماسي يعني. يبني يا جماعه عليه الان انه الشركه هذه ما هي شركه معروفه زي تكارا تومي توي برو عندها في الوطن العربي توي سيتي، الشركات المعروفه هذه اللي هي شركات اصليه ومعروفه، ومع ذلك الشركه هذه مهتمه جدا بالباكجينج ومسويه شيء فخم صراحه. خلونا الحين نبدا ونفتح العلبه، طبعا كان في لصق هنا كانت ملصقه وشلتها. اوكي يا جماعه حلبه شايفين هذه حلبه، توقع ما كنت اعرف ان يا جماعه حلبه ترى يعني معلوميه. تمام الكرتون كذا صار فاضي خليه على الجنب، وهنا حيكون في المنتج تحت الحلبة. ما كنت احبب ابدا انه حجم معاه حلبة يا جماعة، هي جاي كذا بلون ازرق هذه الحلبة، يعني حجمها يا جماعة مو سيء مو بطال. في مجموعات كثير عندها في سويت تويز الحلبات حقتها تكون قد كذا حرفيا مرة صغيرة، يعني ما ادري ليه صح الشركة حطت الحلبات هذه. جماعة الحين جات اهم لحظة في المقطع وهي فتح علبة هذه المنتجين نجربهم مع بعض. عبد الرحمن جاء طبعا عشان نلعب انا وهو مع بعض، فاول شيء متحمس الصراحة السيارات. اوكي
جودتها الصراحة جيدة يعني مو سيئة. السيارة الثانية في طبعا سيارتين أحمر وأصفر زي ما انتم شايفين. والله الصراحة يا جماعة يعني حلوين والله ما توقعت كذا. الحمرة هذه فيها إضافة يد ما أدري إيش الفائدة منها ولكنها يد يعني. بلابل صراحة يشبهوا مرة بلابل سبينر ماد وبلابل التوب بليد، شايفين كيف اللي تجي بهذه التقنية. القواعد في زر، إيش هذا الزر؟ دقيقة، لمبات لمبات قفل الضوء توصل خربت. أوكي أوكي نايس، صلي لمبات ما كنت أعرف والله. بلبل أحمر جاء معاه بلبل صغير لونه أخضر، طبعا برضه والله وزنه يعني جيد. دقيقة الأوزان صدقوا الأوزان متقاربة، يمكن هذا أثقل كمان. خلينا نجيب الميزان ونقيسهم. ما عجبت الميزان، شوف أول شيء البلبل المعدني كم وزنه؟ 34. البلبل البلاستيكي لا أخف خف حيكون، بس مو كثير، والله كثير 10 جرام فوق تقريبا. يعني أنا توقعت البلاستيكي بالكامل، بس لا طلع إنه في المنتصف هنا في معدن وفيها توقع. هذا كيف يشتغل؟ كيف طلع لمبات؟ أنا أتوقع إنه طلع لمبات وأصوات كمان. البلبل اللي بعده بلبل باللون أصفر، طبعا حيكون بنفس الفكرة وبرضه حيطلع لمبات. يب شايفين اشتغلت. اخر بلبل معانا هو بلبل باللون ازرق، وبرضه بشوف اختلاف الوزن هل حيكون في اختلاف يعني بين الاخضر والازرق ولا لا، ولا كلهم نفس الشيء. هذا يشبه البلبل اللي في الفيديوشن اسمه ليث الفضاء يا جماعه، صحوا لي تحت في الكومنتات. وهذا كمان يشبه البرق الصاعق كذا بالكوتين المعدنيتين اللي كانوا هنا. البلبل الاخضر قلنا وزنه 23.41 جرام، وهذا 23.82. اوكي يعني الازرق اثقل. البلبل الاحمر وزنه 34.23 جرام، الاصفر 34، وهذا 10 يعني الاحمر اثقل. دقيقه مين جامع مين؟ الاصفر والازرق فريق والاحمر والاخضر فريق. قبل شوي رجعت للمقاطع. اول تجربه يا جماعه المنتج، هذه السياره هنا في زر طبعا. طب الزر ايش يسوي؟ اوكي سمعنا الصوت بس يعني ما في شيء الكتروني في الموضوع، حلو كله يدوي. اوكي ناخذ الجلب الاصفر خلينا نركبه بنفس طريقه يا جماعه اللي هو السبينر ماد كذا. اوكي نايس، شوف كيف صار شكل البلبل مع التنين هذا. التنين طبعا حيديه يعني حينصحه في وقت النزال، التنين هو المدرب، هاي تحريات طبعا. فكذا صار السيارة حلو، شايفين احبك السيارة يتحرك البلبل. وبعدين لو ضغطنا دقيقة، واو الاندفاع دقيقة. استعت الزاوية عشان بس تشوفوا يعني قوة الاندفاع. حلو خلينا ايش بشوية شي نسوي في البداية قبل ينتقل النزالات. طار البلبل حلو، والله لازم حلبة، احس اللعبة حتكون رهيبة. الحلبه الحين حنبدا نسوي تجربه واقعيه. حنقفل الاضاءه هذه اللي منوره هنا علشان شايفين الانعكاس كيف، بس نقفلها يروح الانعكاس. كل شيء قدامكم، فخلينا ايش ابدا تصير كذا بعدين كذا. يوب 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 تجربه قبل نلعب نزال. اوكي بشوف بلابل، لا مستحيل تجي. بشوف البلابل يعني حقت السبنر ما تجي في السياره ولا لا، اتوقع مستحيل. يوب يوب حتى ما تكفي من هذا المكان المدخل. نجرب السياره الحمراء. يلا يا جماعه لازم عبد الرحمن يجي. اوكي خلينا الحين نبدا نلعب نزلات. كلهم كذا يا جماعه، لازم نزلات كلهم كذا قاعدين يدورون بنفس الطريقه. هذه طبعا بلابل الصغيره. فنبغى نشغل يا جماعه الانوار ونقفل الاضاءات اللي عندنا عشان حيصير الوضع افضل يعني. شوفوا كيف حيصير الشكل، برضه برضه حنقفل اللمبات اللي في السقف. نلعب اول نزال بهذا الشكل، شوف كيف شكلهم. يلا 1 2 3 اوكي تبعين. لازم حلبه هجوميه، الاحمر هجومي والاصفر دفاعي، لازم نجيب حلبه هجوميه يا جماعه. بس يعني بشكل عام احس ان الحلبه الهجوميه حتكون البلابه رهيبه. خلينا نجيب يلا الحلبه هذه من سويت تويز حق المعرض الحديديه، حلبه هجوميه طبعا. اوكي يلا يلا اوكي اوكي اضباطه اضباطه نايس. اوكي ما توقعت، حلو حنشوف ضربات قويه الحين. طب نحاول ننزل عليهم بلابل ثانيه. انا بحاول انزل الاخضر يا جماعه. معدن غير بلاستيكي. نايس الضربه كده الزاويه افضل حتى واضح الحلبه عندي كامل. يلا حقت باطه والله غشاك عبد الرحمن. ثانيه اوكي جاب ضربة مزدوجة. تقدر تطلعه؟ اوكي الله مستحيل. واخر جولة يا جماعة. حلو حلو حلو، اخر جولة شكلها حتكون ضابطة يعني. ايوه اوكي.
الحلبات هذه موجوده في المتجر باللونين البرتقالي والاسود. البرتقالي طبعا لانه منقطع من السوق فسعره حيكون اغلى من الاسود، بس فوق بسيط فوق بس 3 ريال شيء زي كذا. طيب الاحمر شكله حفوز، انا شكله حخسر المره مليون. اكتبوا لنا اسماء تحت لازم بلازم تحت كومنتات، حط سياره. يا سلام، البلبل الاحمر هو اللي فاز كل نزالات مقطع اليوم. هذا كل عندنا اللعبه باذن الله. اقول ان في كميه جديده وصلت منها، انا صراحه ما اعرف، انا هنا قاعد في الاستوديو حق التصوير، عندي هناك متجر بسيط كذا يعني في مكان ثاني في نفس المكان حق الاستوديو، بس الاستوديو الكبير اللي عندنا يعني ما اعرف وصلت منتجاته ولا. فشكرا على المشاهده، لا تنسوا لايك وشارك وتعجب التنبيهات. باذن الله لو وصلت المنتجات حتكون من ضمن عروض اليوم الوطني السعودي اللي طبعا موجوده في المتجر. وصلنا للختام، شكرا على المشاهده، في المقاطعه الجايه ومع السلامه. الإضاءة شوية كانت سيئة، ليش؟ دقيقة خليني أبيكم شفينا كيف يا جماعة الإضاءات. أنا في العادة أفك هذا الفلتر عشان تكون الإضاءة أقوى. إيش كيف أفك دقيقة؟ أنا ركبت قبل شوية ترى، لأن كان في انعكاس في العلبة فما كان مرة واضح. أوكي شوف كيف بهذا الشكل، كل الإضاءة حتكون أقوى لأن الفلتر هذه يخليها أضعف بس يخليها تنتشر، أما كذا تصير أقوى بس تكون موجهة في مكان واحد. عرفتوا كيف؟ هذا نصايح سريعة يا جماعة.